لأكيد عندك شكون من أصحابك الأبطال بعد ما نصحته بالمكمل الغذائي هذا الكرياتين رجع لك بعد فترة وقال لك صاحبي راهو ما مشيش معايا وبارامون يظهر لي تغشيت في البيع. شنو السبب؟ شنو اللي يخلي بعض الأشخاص ما يحسوش بحتى اختلاف رغم أنه المكمل الغذائي هذا من أكثر مكملات غذائية اللي معمول عليها دراسات والمثبت نجاعتها؟ زعم شنو اللي قاعد يصير وهل فما بالحق أشخاص ما يتفاعلوش مع المكمل الغذائي هذايا وما يلقاوش حتى نتيجة؟ شنو الأسباب؟ هذا اللي باش نحكيو عليه في الفيديو نتاع اليوم. الفيديوهات في الصيف مشكلة على الاخر. السنة كنت شو نقول خير أصدقاء الأبطال، شو نقول فورمو في صحة جيدة كل أصدقائي وأعزائي الأبطال، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتكم العلمية الرياضية اللي نحكيو فيها على كل ما يتعلق بالسبور والتغذية والفلسفة هذوك الكل بأساليب هكا علمية بسيطة الناس الكل تنجم تفهمها. أصدقاء الأبطال الدعم تاعكم مهم جدا للقناة هذه لاستمراريتها لأنه مروا بظروف صعبة، لأنه القناة لحد الآن غير موجودة بالنسبة لليوتيوب لأنه مازلت ما كونفيرميتش الأدريس نتاعي لعديد من الأسباب، كورونا وزيد غلطة مطبعية مني أنا والبوستاجي ما عرفش الدار والجوا برجع إلخ معناتها مزلنا مفسخين تويك من عند اليوتيوب ما فهم حد شيء. ولذا زي خربطار نعمل على الدعم تاعكم بأي طريقة بأي طريقة، ما تتكلفش عليك حتى شيء، لايك كومنتير بارتاجي فيديو، هذا الكل نجم يعاون القناة هذه باش نجم ونستمروا ونزيد نهبطوا برشا فيديوهات. بما أني من المدافعين الشرساء على المكمل الغذائي هذا الكرياتين اللي تو لحد هذه الساعة مازال ممنوع في تونس، أبشروا مازال ممنوع في تونس، وبرغم أني حكيت عليه في أكثر من فيديو في أكثر من ستوري في أكثر من بوست على انستغرام وذا يكون ما بدأ حتى شيء. دوك اليوم قلت خلينا نعمل فيديو اخرى برغم اني كل مره اقول ما عادش باش نحكي عليه وبعد نعمل another one. الكرياتين مهم جدا الحقيقه اصدقاء الابطال، ولذا كل ما نتفكر هكا سؤال ولا فكره كان نسيت ما حكيتش عليها نرجع لكم فيديو جديد. واليوم باش نحكيو على موضوع وتساؤل اكيد فما شكون تعدى به التساؤل هذا باش نجاوب عليه ان شاء الله في الفيديو هذا. كان كنت غايب على الكوكب وخاصه كنت غايب على القناه هذه لاني سبق وحكيت على الكرياتين وما تعرفش شنو الكرياتين وشنو الدور بتاعه وكيفاش نستعملوه ووقتاش نستعملوه وخاصه شنو الخرافات اللي تحكيت على المكمل الغذائي هذايا. باش تعلق فيديو لهنا تنجم تاخذ بها فكره كبيره على الكرياتين وخاصه بعد تفهم علاش فما اشخاص التجاوب نتاعهم على الكرياتين يختلف من شخص لشخص وهذا باش نحكي عليه في الفيديو هذا. واهم حاجه اصدقاء الابطال الكرياتين نجم يكون هكا يعطيك اضافه بسيطه وخاصه مهمه في مسيرتك نحو الكتله الجسديه اللي تبحث عليها والعضلات المفتوله اللي بحثوا عليها الذكور كما الاناث. كي نحكي على العضلات المفتوله راه ما نحكيوش بها ما نخصوش بها كان الذكور، حتى الاناث نجم تكون عندها عضلات مفتوله بنسب مختلفه وهذا سبق وحكيت عليه زاد في فيديو في مقارنه بين الرجال والاناث زوز نجموا يعملوا عضلات مفتوله وتكون هكا معتبره وكل حاجه في بلاصتها محلاها. فما زوز مؤشرات الحقيقة تجم تحلل بيهم الوضعية متاعك وهل جسمك قاعد يتفاعل بالطريقة اللي انت تبحث عليها مع المكمل الغذائي هذايا. كان عندك تقريب شهرين كيكة وما حسيتش حتى اختلاف وما حسيتش حتى كي قوة وانت تدز في الأوزان متاعك ولا تقوم بنشاط رياضي آخر، وخاصة النشاط الرياضي هذايا يقتصر على انك تقوم بنشاط عضلي بقوة لفترة قصيرة، معناتها يتطلب نشاط عضلي بقوة شديدة لفترة قصيرة انتونس. ولهنا يجي الدور بتاعه الكرياتين لأنه باش يتخزن في الأنسجة العضلية متاعك وهذا باش يساعد في أنه جسمك يصنع أكثر ATP أكثر طاقة في أكثر وقت وهذا باش يعطيك القوة اللي أنت تستحق لها في التمرين متاعك. كان ما حسيتش بحتى تغيير من ناحية الكتلة الجسدية متاعك كي ومظهر الكتلة العضلية كي تحسها ممتلئة أكثر لأنه الكرياتين باش يساعد في تخزين أكثر وتوافر أكثر سوائل في الأنسجة العضلية متاعك ولذا باش تحس كي العضلة أكثر فولنس ممتلئة أكثر. دونك لهنا نقول لك الزوز مؤشرات هذوما ينجموا يكونوا يعطيوك صورة أكبر على مدى تجاوب الجسم متاعك وهل فعلا جسمك يتجاوب بطريقة جيدة مع الكرياتين أو نسبة متوسطة أو تقريبا ما حسيتش بحتى اختلاف. ولهنا باش نحكيو على النسبة هذه من الأشخاص اللي ما يحسوش بحتى تغيير كي يستعملوا المكمل الغذائي هذا. فما سؤال باش يتطرح تويكا لهنا، علاش شهرين؟ علاش مش ثلاثة؟ علاش مش أربعة؟ علاش مش خمس؟ لسببين بسيطين. السبب الأول هو قداش عندك كتلة عضلية، لأنه هذا عامل مهم جدا غاديك باش يتخزن الكرياتين. دونك قد ما عندك كتلة عضلية قد ما جسمك ينجم يخزن أكثر، قد ما تنجم تستعمل أكثر الكرياتين، معناتها نسبة كرياتين تستحقها جسمك باش يحس باش تحس بالتغيير. هذا موضوع. الموضوع الثاني هو طريقة الاستعمال،
فما شكون يستعمل لودينغ فيز وفما شكون يستعمل الطريقه العاديه. الطرق هذوما سبق وحكيت عليهم في فيديو قديم تلقاه في الشين يوتيوب، تخليه لك الليان هنا تنجم تتفرج فيها فيديو باش تاخذ فكره على طريقه الاستعمال. لهنا زوز طرق هذوما هما اللي باش يحدوا معناتها في قداش تقريبا جسمك باش يعمل ساتوراسيون نتاع الكرياتين وغادي يصير تغيير. يعني تقريبا الحكايه هذه تاخذ 3-4 أسابيع كما قلت لكم، تختلف حسب طريقة الاستعمال والكتلة العضلية اللي عندك. حاجة مهمة جدا هنا، الكرياتين ما يعطيكش الفيه من أول مغرفة، فما شكون في باله من أول مغرفة يصير حتى شيء من أول مغرفة. دونك التغيير باش يصير وقت اللي جسمك يعمل ساتوراسيون، ونجم يصير حتى تغيير وباش نحكيو علاش. دونك هاكا نقولوا شهرين باش أنت تقطع الشك، وكان ما انت ما فهمش حتى تغيير وما حسيتش تغيير كبير ولا التغيير اللي انت استنيته من المكمل الغذائي، لانه تجم تكون فما هكا تغيير ملموس، فما اشخاص يحسوا التغيير بسيط، وفما اللي شكون ينتميوا للفئه نتاع تقريبا 20-30% من مستعملين الكرياتين اللي يحسوا بحتى تغيير، والاسباب اللي باش نحكيوا عليها تويك. السبب الاول اصدقاء الابطال، حسب ما تداوله العلماء وحسب ما اكتشفوه في الدراسات العلميه، انه فما بعض الاشخاص الكرياتين بيزلاين بتاعهم، يعني الكرياتين اللي عندهم في الجسم بتاعهم متوفر بكميه هامه، عندهم ما يكفي روحهم، ما يستحقوش انك تزيد مكمل غذائي اخر. يا سبحان الله، ربي اعطاك موهبه من عند ربي، عندك النسبه الكافيه نتاع الكرياتين في جسمك حسب الانسجه العضليه اللي عندك وحسب الكتله الجسمانيه نتاعك. يا نايما، هذا يهزني الحاجة أخرى، لأنه فهم بعض الأشخاص مش في بالهم قد ما باش تزيد قد ما باش تلقى أكثر هكا نجاعة وباش يعطيك هكا أكثر إفيه الكرياتين، اللي هو ماهوش صحيح. وخاصة الحكاية هذه تزيد تثبت أنه جسمك وقت اللي باش يعمل الساتوراسيون اللازمة اللي باش غاديك يصير التأثير وباش تحس بالاختلاف الزايد هذاك الكل راهو باش يمشي سودان. السبب الثاني هو فما امكانيه يكون عندك اقل نسبه من الالياف النوع الثاني فاست تويتش ماسل فايبر، اللي هما باش يعزوا تخزين الكرياتين في الجسم تاعك وهذيك باش تحس بالتغيير. نوعيه الالياف هذه تماشى مع النشاط اللي احنا باش نقوموا به ونستحقوا له خاصه، واللي نستحقوا على جال واستعمال الكرياتين، اللي هو النشاط البدني اللي كما قلت لكم قبيله يستحق القوه لفتره قصيره كي تقريبا ما تفوتش 30 ثانيه. دونك قد ما باش يكون عندك اقل من النوعيه هذه نتاع الالياف، قد ما باش يكون دور وتاثير الكرياتين في الجسم بتاعك باش يكون منخفض. السبب الثالث هو انه جسمك ما فيش الكتله العضليه اللازمه باش تنجم تخزن الكرياتين فيها. دونك كما سبق وقلت انه الجسم بتاعك باش يخزن الكرياتين في الانسجه العضليه، كان ما عندكش كتله عضليه هامه او معتبره، جسمك ماهوش باش يقدر انه يخزن الكميه اللي باش تحس بها هكا بالتاثير، هكا تاثير النجم يعطيك الاضافه. ولذا قد ما باش تكون عندك كتله عضليه هامه، قد ما جسمك باش يخزن اكثر كرياتين قد ما باش تحس بالتاثير نتاعو. اذا اصدقاء الابطال، بعد اللي حكيناه هذه الكل، نحبكم تكونوا حكماء في اختياراتكم. ما نحبكش تحط فلوسك في حاجه ماكش قاعد تشوف ولا قاعد تحس هكا بالتغيير اللي انت استنيته منها. كي تشوف روحك تقريبا من النسبه هذه نتاع 20-30% اللي ما يتجاوبوش مع الكرياتين، او تجاوب معاك لكن مش بالطريقه، او ما اضافلكش الحاجه اللي انت استنيتها، الفلوس هذه تنجم تحطها في حاجات اخرين تنجم تفيدك اكثر في الماكله نتاعك، في التدريب نتاعك، او تنجم تحطها زاده في مدرب شخصي. وخاصه اني بديت نعمل في التدريب الشخصي اصدقاء الابطال، دونك اللي يحب يعمل تدريب شخصي تنجم تتصل بيا تخلي لك الواتساب، او تعمل طلع على انستغرام. وحتى كان مش تعمل تدريب الشخصي تنجم تدخل على انستغرام تلقى برشا معلومات في اللي بوست في اللي ستوري. دونك مرحبا بكم الناس الكل باش تنضموا للكوميونيتي على انستغرام. وفاس صغير على فاس المدرب الشخصي، مش كان انا الحقيقه، فهم برشا مدربين اخرين، لكن انفستي فلوس نتاعك في حاجات كيما هكا تنجم تقدم بيك، تنجم تعطيك الاضافه. وخاصه المدرب الشخصي، الناس الكل نجموا يستحقوا المدرب الشخصي، مش معناتها هذايا نقص منك وراك انت ما تعرفش، لكن احنا في حد ذاتنا كاشخاص ديما تقييمنا لرواحنا ماهوش نفسه كيما تقيمك انسان من برا. والاكيد كي يكون معك انسان اخر وانسان يعرف، خاصه يعرف شنو يعمل، يعطيك الدافع المعنوي، يعطيك لي سوليسيون وقت اللي انت تحير. دونك ما فيها باس انك تشوف زاويه اخرى وتشوف بها روحك، مع تخاطر واحد ديما كي باش يقيم روحه بينه وبين روحه ديما باش يكون عباره مثال شو عادي هكا. دونك يكون معك واحد يكبس وقت اللي انت تترخف، يعطيك الحاجات اللي انت ساعات تغيب عليك. دونك مهم جدا اصدقاء الابطال. حبيت نعرف قبل ما نكمل الفيديو، انتم بعد استعمالكم للكرياتين، كان ما استعملتوش كرياتين تنجموا تسارعوا باش تستعملوا الكرياتين رغم انه مش موجود، لكن تنجموا تكلموا الاحباب من برا ولا كان لقيته في تونس رغم انه السوم تاعو عالي شويه. دونك كان استعملت كرياتين الحقيقه نحب نعرف في التعليق
شنو التأثير؟ هل أنت من الناس اللي بالحق تجاوب معك الكرياتين وقيت نتيجة رهيبة وفعالة ومش نرمال، أو لاهو لاهو نجمع لي في الوسط، أو الحقيقة ما حسيتش بحتى تغيير وما شفتش حتى فايدة من استعمال الكرياتين؟ أنا بقالي كان أقولكم أصدقاء الأبطال كان سبسكرايبيو أول حاجة وبارتجيو فيديو هذه مع أصحابكم لأنه تجمد فيدو باش يستحفظ على فلوسه. يلا أشوفكم فيديو أخرى. باي باي.